بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا وأهلا بمنبر كيف نحرر وردنا والمشرفين عليه والحاضرين فيه من رأس اللائحة إلى أسفلها. تحياتي لكم. يعد في البداية قدمنا دور الشهيد الولي كمفكر الثورة وقائد لها وزعيم لها ومفجر لها، وأسس الوحدة الوطنية وبنى التنظيم السياسي الوطني وعلي الجمهورية وضحى من أجل المبادئ التي آمن بها. ذلك يتناول الولي مصطفى السيد كفكر، أو بعبارة أخرى عبقرية الولي مصطفى السيد اللي جعلته فوق كل أعضاء القيادة وجعلته يعود زعيم بارز تاريخ المقاومة الصحراوية الحديثة، لأنه في الحقيقة فعلا لا يتسع المجال ليعطى هذا الرجل العظيم حقه ضمن فقرة من فقرات الواتساب، لأنه أكبر من ذاك. يا غير مولي، ما قد حد يتحدث عن كفاح الشعب الصحراوي وثورته الحالية من دون أن يتحدث عن العقل المفكر خطط لها وفجرها وقادها واستشهد من أجلها. ياك عود نبراسا ينير الطريق لمن يريد السير على أثره وخطاه. ففي الحقيقة في أرض البيضان وتاريخها هناك معالم بارزة كان لها الدور المؤثر في التاريخ العام لمجتمع البيضان والأرض البيضان. يعني كانت هناك أربع مشاعل مؤثرة في تاريخ البيضان. المشعل الأول هو مشعل عبد الله بن ياسين بداية الألفية الثانية، والذي أنار المنطقة ووحدها وأسس دولة المرابطين ونشر المذهب السني المالكي في كل شمال غرب أفريقيا، وزاد عمر الإسلام في الأندلس أربعة قرون أخرى. المشعل الثاني في تاريخ البيضان هو مشعل المجاهد ناصر الدين في بداية القرن السابع عشر، الذي تحطمت أحلامه بإحياء مجد المرابطين وبدأ تأثير ثورته على التاريخ الحديث لمجتمع البيضان عبر ما يعرف بحرب شرباب. المشعل الثالث هو مشعل الشيخ مال العينين في نهاية القرن التاسع عشر، والذي قاد الجهاد ضد الفرنسيين وضد المغاربة وعمل على بناء الدولة الإسلامية. تحطمت آماله أمام التحالف الفرنسي في معركة تادلة، وعاد ذاك نفس الشيء ضد ولد أمي الشيخ أحمد الهيبة في معركة بوعثمان على مشارف مراكش. والمشعل الأخير هو مشعل الولي مصطفى السيد في بداية السبعينيات من القرن الحالي. هذا المشعل الذي ما زال متواصلا إلى يومنا هذا، تتعاقب الأجيال على حمله جيل بعد جيل وفيها بعد فيها. الولي رحمة الله عليه من خرس حياته وتربى وترعرع وكبر وسط عائلة معظم أفرادها ما بين شهيد وجريح، يعني كلهم ومعظمهم أبطال من أبطال المقاومة، سواء في حرب المقاومة أو جيش التحرير ولا غروة. يعني لا بد إلى ورث الولي رحمة الله عليه من ثلته وعائلته حب الجهاد والاستشهاد. فالولي رحمة الله عليه كان زعيما، بل أكثر من كان عبقريا في كل شيء. يعني لما تقول إنسان عبقري يعني يعد هو أقرب للمعجزة منه للإنسان العادي. كان عبقريا في كل شيء، كان عبقريا في بعد نظره وفي تحليله فرؤته للأشياء. تجلت عبقريته ملي في نباهته وفطنته التي ظهرت في عمر مبكر جدا. كان عقله أكبر من عمره الله يرحمه. كان شجاعته وجرأته وتفقريشه مضرب للأمثال، وصبره وجلده لتحمل مشاق السفر مشيا على الأقدام. تذكرها جيدا كل الرفاق اللي عاشوا معه سنوات الثورة الأولى ضد الاستعمار الإسباني. كان ما يجد حد يقوطر معه، وكان حد الناس تعمر الكاس يشربوا كاس الأول يغبى هو بين الكاس والكاس، ويقدر يفوت على 24 ساعة ما غدا الفرقات. عبقرية الولي تجلت في تفوقه في الدراسة على أقرانه، إنه كان يقرأ جامعة محمد الخامس بغداد في الرباط رغم أمية المحيط العائلي،
وتخلف هذا المحيط ثقافيا وتقنيا، لانها عائله بدويه. وبرزت ملي عقريته في درجه الاقناع والمجادله والخطابات الناريه. كان رحمه الله عليه كلماته اشد وقعا من الرصاص. كان يقنع الناس بدرجه من السهوله والفصاحه والبساطه اللي تجعلهم بني عاشور مستعدين للاستشهاد من اجل المبادئ التي نادى بها. رحمة الله عليه قبل أن يتوجه للشهادة كان قد خلق كافة أسباب النصر، حيث قام اللصوص في كل ميدان لاستكمال وتتويج الكفاح بتحقيق الأهداف كاملة. لقد جمع لرفاقه في القيادة رأس المال الذي لا ينقصه إلا التصريف الجيد، قاعدة شعبية منظمة ومؤطرة، تنظيم سياسي قوي ومتين، جيش منظم، وتحالفات صلبة أساسية ورئيسية، وإعلان الجمهورية لقطع دابر أي محاولة تشكيك في النصر. لقد خلق كافة الشروط والأسباب لتحقيق النصر إذا ما دبرت الأمور بالطريقة المثلى. وبخلاصة، كان شعاره واضحا وتاريخيا عندما قال: لا وجود لغير الشعب ولا تنظيم إلا التنظيم السياسي. عقب هذا جاءوا عقبه حولوه وقالوا: لا وجود لغير القبلية ولا تنظيم إلا التنظيم القبلي، ونحن ندفع ثمنه حتى اليوم. وبخلاصة أيها الإخوة، فإن الفراغ الذي تركه الولي رحمة الله عليه لم نستطع سده إلى حد الآن، رغم محاولتنا في الاستعادة عن ذلك عبر الاجتهاد في خلق الهيئات السياسية المختلفة. ربما لأن الدور الذي لعبه الولي وأثر بي كشخصية وكفرد وكزعيم وكعبقري هو من قبيل المزايا التي تقتصر على الأشخاص دون المجموعات. لقد كان أحد الثوار الثلاثة الذين عرفهم العالم الحديث، حيث ضحوا بكل امتيازات التي وفرتها لهم السلطة من أجل الموت على المبادئ التي آمنوا بها، وهو هوشيمينه وتشي كيفارا، غير أنه هو أفضل منهم بإسلامه فربح الدنيا والآخرة. لقد كان رحمة الله عليه متأكدا من عدم الرجوع لأنه ذاهب للاستشهاد، ولهذا قام بإطلاق سراح كل السجناء الصحراوي المتواجدين عند الجبهة قبل توجهه لعمل في نواكشوط، ثم دفن عشرات البراميل من المحروقات في العديد من مجاهل التراب الموريتاني على الطريق نحو نواكشوط، والتي أشرف عليها الخليل الهلون الله يرحمه. كما أصدر أوامره الوحدات الأخرى بمهاجمة كل المراكز الموريتانية، أطار، زويرات، برمغرين وغيرها لإثارة الانتباه. وتوجهت المجموعة الكبيرة نحو نواكشوط وطلعوا على الطريق المعبد ما بين جوجة نواكشوط، وكانت العملية محكمة للسيطرة على نواكشوط، تتزعمها سيارات عسكرية موريتانية مغنومة والمقاتل اللي فيها بالباس عسكري موريتاني. وكانت العملية محكمة القصر الرئاسي والسفارة الفرنسية وإعلان نبأ انقلاب مناعة نواكشوط وطلب تدخل القوات الجزائرية. وكانت العملية ناجحة 100% لولا خطأ فادح ارتكبوه عندما حرقوا شاحنات وجدوها في الطريق شمال نواكشوط 120 كيلومتر، ومعظم المشاركين في العملية يحملون بعض الأفراد تلك المسؤولية لا مجال لذكره. فلولا ذلك كان بإمكان المقاتلين دخول نواكشوط، ولن تسطع شمس اليوم الموالي لهم يسيطرون على أهم مرافق المدينة، ولكن حرق الشاحنات ونيرانها جعلت طائرة فرنسية صغيرة تكشفهم وتخبر نواكشوط. ولما خرجت قوة من الدرك الموريتاني بقيادة سيدي ولد الريحة اشتبكت مع المقاتلين على الطريق المعبد بين نواكشوط وجوجت، وبذلك فقدت العملية أهم عناصر نجاحها اللي هي المفاجأة. قاموا الاشتباك مع وحدة الدرك وتوجهت مجموعة لقصف القصر الرئاسي يوم 8 يونيو 76، وعادوا عملت القصف لمدينة نواكشوط يوم 9 يونيو، وانسحب الجميع والرجال قد هددهم الجوع والعطش والتعب والسهر. وبقي الولي لتفجير حاسب النشاب، والتحت به قوة موريتانية مدعمة بالمصفحات، وقعت معركة غير متكافئة بين الولي وجماعته، التي أذكر منها حرمة حيدار وزل علية عبد الله والأحمد اليحيى والدحى والبيروك ومحمد ولد عبد الحي ومحمد ولد عبد الحي والشقاف وسام ولد إبراهيم سالم والمشان وليد محمد علي. وقد استشهد جميع ما عدا وليد جرح، فأخذه أسيرا ولما توبه نواكشوط سبعه ضابط موريتاني أسود فبسق على وجهه ويقول له: لو كنت غير مقيد ما كنت تستطيع أن تفعل ما فعلته.
فأخذ مسدسه وأطلق عليه النار فأرداه. وهكذا دفن بجانب رفيقه الولي مصطفى السيد في مركز عسكري هو مقر الهندسة العسكرية بتجنين شرق نواكشوط. وكان استشهاد الرجلين معا جنبا إلى جنب، خصوصية من خصوصيات الثورة الصحراوية، لأن أحدهما يمثل البرجوازية الوطنية الصحراوية والولي يمثل الفقراء والمستضعفين. الثورة الصحراوية كانت عامل وحدة لكل الصحراويين أينما تواجدوا من أجل الحرية والكرامة وضد الاحتقار والإهانة. وقد ظل مكان القبر مجهولا إلى أن تمكنت وبعد زيارة لموريتانيا بمساعدة أيوب الحبيب ومحمد العمار الجولي يوم 6 فبراير من سنة 1996 من التعرف على مكان القبر وزيارته والترحم على الشهيدين، وذلك بعد 20 سنة من استشهادهما والقيادة لم تقم بشيء في هذا المجال. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي لمنبر كيف نحرر وردنا ولكل الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحمة الله على الشهداء والخزي والعار لمن يتاجر بمعاناة دمائي ودموعي وألامي هذا الشعب العظيم والمجاهد. نواصل مع عبقرية هذا الرجل العظيم. الولي رحمة الله عليه وقد قاد المعارك المسلحة بقوة وشجاعة واقتدار وحماسة منقطعة النظير. لم يتدرب وما قد دخل مدرسة عسكرية، ومع ذلك نظم الجيش وشارك في العمليات العسكرية الكبيرة. اللي عملت نواكشوط وحدها هي رسالة سياسية حققت لها الصحراء أسطورة تاريخية لا تبلى ولا تنفذ، تمنع العدوان على اللجال القادمة. عملت نواكشوط عملية تحصن شعبنا بخلق أسطورة الإنسان الصحراوي الممتاز ومواجهة الكثرة بالأقلية. أما اقتحامه لعام بنتيلي فقد كان قمة الشجاعة والإقدام والتفقريش. كان الولي رحمة الله عليه عبقريا في أحاديثه، فمع الإنسان البسيطة تحدث لغة بسيطة ويبتعد كل البعد عن اللغة السياسية المعقدة. كان يقنع الإنسان بالاستدلال بالأشياء المحيطة به، الخيمة والبل والغنم والمسائل. وحين يتحدث مع الشيوخ كان يتكلم لهم بعقلية التاريخ والبطولات والجهاد والكفاح. أما لو يتكلم مع السياسيين كانت له لغة أخرى تماما، فهو يكلمهم بلغة العصر. كان رجل رحمة الله عليه مناسبا لكل شيء ويتعلم كل شيء. عبقريته تتجسد حقيقة في تواضعه للناس، تواضعه للناس وهو رفيع لأنه أصلا دائما فوق. قال لي أحد الضباط الجزائريين اللي عرفوه عن قرب خلال الثورة، قال الولي رجل لن يتكرر مرتين، حلف قال لي ونادرة، قال لي معجزة ظهرت فجأة وانطفأت. هذا رواه ضابط المخابرات الجزائري. لن تجدوه قال لي في أي مكان، لا يوجد له مثيل في العالم. قال لي كان يستطيع أن يقود العالم لو عاش. قال هذا الضابط الكبير قال لي لقد عشت مع تشي جيفارا وهو معروف، قال لي كقائد ثوري عالمي، لقد كان له حرسه الخاص وكان يدخن السجار الفاخر. عرفت أيضا قال لي سامورا ماتشيل أغوستينو نيتو مجموعة كبيرة من الثوار والزعماء الفلسطينيين. لكن الولي كان فريد زمانه في كل شيء، كان يقود السياسة ويصنعها بشجاعته وإيمانه وتضحياته. لقد استشهد لأنه كان يتكلم كثيرا عن ضرورة التضحية بالدم، وقال عن الأنظمة المتعفنة لن يقضي عليها سوى الدم البطل. وفعلا أراد أن يكون مثالا في الاستشهاد. كان يقول لا نستطيع أن نتكلم عن التضحية وإنما يجب أن نقود الشعب لها. كان يقول لا يمكن أن ندفع بالشعب إلى الاستشهاد والتضحية ونحن القيادة ما قد استشهد منا واحد، إذا نموت نحن ما هم ما يلتم بكونا. الولي رجل لا يخفض رأسه أبدا، رغم أنه طويل وقامته طويلة يغل رأسه دائما مرفوع في السماء حين يتكلم وحين يستمع. لقد قال لي مسؤول جزائري آخر عرف الولي عن قرب أنني لا أستطيع، قال لي أن أنسى أبدا كلمات اللي قالها للولي عندما احتل المغرب الصحراء
قال لي نحن لا نكافحهم من أجل أنفسنا، ليس لدينا ما نخسره، لكن المنطقة كلها ستندم في حالة احتلال الصحراء من طرف المغرب وموريتانيا. نحن لا نملك القصور ولا المصانع، وإذا احتلوا الصحراء لن يمنعنا أي حد من أن نتوسد الرمال ونبيت في العراء كالعادة أجدادنا وأبواتنا، لكن دول المنطقة قال في خطر. ودائما حسب المسؤول الجزائري لم أراه نائما في النهار أبدا، رجل عجينة قال لي يتلائم مع أي شكل، لا يتعالى ولا يتكبر، لا يعتبر نفسه مسؤولا أبدا، مع الجنود يتحول إلى جندي بسيط ونشط، يصنع الشاي ويعجن الخبز ويفضل البندقية ويتقدم للمعركة. ملابسه كانت هي ملابس المقاتلين العاديين، قال لي كان الله يرحمه لا تحد لباس جديد يعطيه الحدان غيره، أول حد جبروه من الصحرين يعطيه له. لقد كان يقول لي من أراد أن يقود أمة عليها أن يكون مثاليا في كل شيء، مثاليا في كل شيء، الخط تضطر تحت هذه المثالية، لأن ما فقدنا الولي فقدنا المثالية للقيادة. حتى قال في ملابسه كان يقسو على نفسه ويعاملها معاملة فظة، ما غداله يلبس ولا ما يلبس، ما غداله كال ولا ما كال، لا يعرف النوم ولا الراحة، لا يترك مرافقيه ومساعديه يستريحون، لهذا لم تكن له حاشية. قلت لك كان به كثرة العمل والشغلة لا يترك مرافقيه ومساعديه يستريحون، لذلك لم تكن له حاشية. هذه الحاشية اللي اتفق المسؤولين درك عندنا احنا السائق وذاك اللي تيي وذاك اللي ينزل مرياس مع المسؤول، ما قد تتكون على حاشية، لأنه به العمل اللي فوت مع أسبوع يهرب عنه بما قد يتحمل عمله وشغلته ليل نهار، لهذا لم تتكون حوله أي حاشية ولم تكن له حاشية رحمة الله عليه. معركة عين بن تيلي سقط جندي في قلب المعركة، وشاهدوه يتوجه نحوه بسرعة فائقة ويخرجه من وسط النار والبارود والجيش المعادي. قال لك الجزائري الولي رجل من أشجع الرجال وأكثر التضحية اللي قد تعرفت أنا في حياتي، والله أنت عملت قال لي مع الكثير من الثورات في العالم اللي كانت دعمها الجزائر. كان يقول الرصاص ما يقتل، الله وحده الذي يقتل. كان يقول عبقريا عندما قرر تفجير الثورة في 20 ماي رحمة الله عليه، بناء على أشياء حتمية الوقوع وليس على أشياء موجودة في ذلك الوقت. هذا هو بعد النظر، وهذه العبقرية، وهذا هو الأفق، هذا هو اللي يرى الأفق من بعيد ويقراه. لقد كان في سباق مع الزمن، كان عبقريا عندما كان الوحيد من إطارة الثورة المثقفين الذي قرر الالتحاق بالجناح العسكري بعد الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيسي والمشاركة في أول عملية عسكرية للثورة، لأنه كان يرى ببعد نظره أنه يصنع التاريخ الحديث للشعب في الساقية الحمراء ووادي الذهب. كان عبقريا الله يرحمه ببنائه للتطلعات المتينة مع الحلفاء التاريخيين للثورة الجزائر وليبيا، بل وعمل للتقارب بينهما على ذلك الأساس خلق لقاء حاسم مسعود وصاحب بين الإخوة الأعداء اللي هو قذافي ومدين والجزائر وليبيا. تجلت عبقريته الله يرحمه عندما كان المشاركون في المؤتمر الثاني كيف قلت لكم للجبهة يدورون منذ 3 أيام في حلقة مفرغة من النقاش البيزنطي الممل والقاتل والمكدر، وبعد 24 ساعة من وصوله كان المؤتمر يختتم أشغاله بالمصادقة على مقررات تعد نقطة تحول في التاريخ المعاصر للشعب الصحراوي، برنامج عمل وطني وقانون وبيان سياسي ومبادئ وشعارات وعلم وطني. كان عبقريا الله يرحمه عندما نزعه رفاقه في القيادة، يعني انقلاب العدل واصحابه العدل ضده رفاقه في اللجنة التنفيذية، من نزعه في القيادة والأمانة العامة فتخللها عنهم نهائيا اكتوبر 74 وقال لهم هاكوها، وتدخل هو لينقذ الثورة من الهاوية. لا
تو نازعوه في القيادة، تخلل معنا وقال لهم اقبضوها انقلاب اكتوبر 74، وسبقهم للعمل والعطاء فارجعوها له عاجزين. كان عبقريا عندما عجز الجميع أمام أحداث اللجنة العسكرية في ديسمبر 74 اللي عدت انقلاب ضد اللجنة التنفيذية وردعت الشهيد الولي الأمان العام، وهربت أعضاء اللجنة التنفيذية والقيادة، وتدخل هو لينقذ الثورة ويمشي بها للطريق المستقيم، فيعترف له الجميع بل يسلمون له بالزعامة قمة وقاعدة، وظل زعيما لين استشهد وهو زعيم. كان عبقريا الله يرحمه عندما اصدر اوامره ببروز التنظيم السياسي للجبهه وسيطرته على الشارع خلال مجيء البعثه الامميه لتقصي الحقائق بالمناطق المحتله، وانخلعت اسبانيا وانخلع الامم المتحده، هو التنظيم السياسي مسيطر في كل المناطق الصحراويه. كان عبقريا خلال محادثته مع اعضاء البعثه الامميه لمده 6 ساعات في الفندق بتندوف، والتي غير من خلالها مفاهيمهم للصراع في المنطقة. ومنين خلت نتكلم عن هذه المفاوضات، قالها لنا عقب كنا جبرناه الله يرحمه، قال على أن سيموناكي في نهاية الجلسة قال أنا لاحظت على أن مارتا خيمينيس الكوبية ذيك اللي عضوية تخاطب أصحاب البوليزاري كرفاق، تقول لهم لا كاميرا علق الولي الله يرحمه الختام، قال على كل حال نشكر السيد سيموناكي نبهنا على أن الأخت مارتا خيمينيس تنادينا بالرفاق، ونشكره ونشكره هي من التي تعتبرنا كرفاق. ضحك وانتهت الجلسة، ضحك سيموناكي وضحك الجميع وانتهت الجلسة. نواصل مع عبقرية الشهيد الولي. كان عبقرية رحمة الله عليه عندما قرر اجتماعا بنتيلي يوم 12 اكتوبر 75 لتجسيد الوحدة الوطنية، لأنه كان عارف عن المنطقة مقبلة على هزة كبيرة وغزو من الشمال والجنوب ومحاولة التقسيم. لهذا بعد نظره خلق هو الوحدة الوطنية بعشرين يوم سابق بداية الغزو، وبشهر سابق اتفاقية، بشهر ويومين سابق اتفاقية مدريد الثلاثية، لأنه كان بوجهة نظره وبعد نظره عارف الأمور وين ماشي. لهذا كان لابد من خلق الوحدة الوطنية، وذيك الوحدة الوطنية هي اللي استطعنا بها الصحراويين توحيد صفوفهم ومقاومة الجيش المغربي والجيش الموريتاني 16 سنة من الحرب الضروس، ومن خلالها بنى القوة الذاتية لمواجهة الخطر المرتقب. كان عبقري رحمة الله عليه عندما قام بتمرير السلاح الحديث من ليبيا ولحقوا للثوار في قمام الجبال رغم التعتيم والحصار الذي كان مضروب على المنطقة. كان عبقريا ملي عندما قرر انسحاب الشعب من أمام المغاربة والموريتانيين عكس أولئك اللي كانوا يبغوه عنه ما يحرق، كانوا يردوه بقاه لمواجهة العدو من داخل المدن المحتلة، ولكن كانت نظرته هي الحقيقية. لكن الانسحاب هو اللي خلق لنا قاعدة في المخيمات جعلتنا نقاوم ومازلنا نقاوم إلى اليوم وموجودين إلى اليوم. كان عبقريا عندما أعلن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يوم انسحاب اسبانيا من الصحراء ليعلن العالم على ان الصحراويين لا يبغوا الفراغ السياسي في طرفهم. كان عبقريا عندما عقد لقاء الاطر وعرف لهم الاطار وحدد لهم الواقع المرفوض والواقع المطلوب، واعطى نقطه الاشاره لتسير الجماهير نفسها بنفسها من خلال المؤتمرات الشعبيه الاساسيه. كان عبقريا رحمه الله عليه عندما قال القبلية قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في كل لحظة، ولهم نحن إلى يومنا هذا بعد 45 عام من استشهاده ندفع ثمن هذه القبلية اللي خليناها كقنبلة موقوتة ما زالت موجودة. كان عبقريا في خطاب الوداع يوم 20 ماي 1976
اللي كان فعلا خطاب ارتجالي ممتاز ورسالة واضحة للجميع الصحراويين وللعالم. وعندما قرر الاستشهاد من أجل المبادئ التي آمن بها، لقد قال لي مرة رحمة الله عليه: كيف ندفع الناس للموت ونحن حتى الآن لم يستشهد منا أحد عن القيادة؟ كان ينام في مكاتب الجبهة بطرابلس والجزائر، ويرفض المبيت في القصور والفيلات الفخمة اللي وضعتها تحت السلطات البلدين تحت تصرفه. لقد كان فعلا عقبة كبيرة في وجه الطموحات البرجوازية لرفاقه في القيادة، ويجسد ميدانيا أن القائد هو الذي يموت من أجل أن يحيا الشعب والوطن وليس العكس. لقد عاش عظيما ومات عظيما. لقد كان عبقريا عندما مات في ريعان شبابه، فالعباقرة لا يعمرون طويلا. ورغم كل هذا ليس له قبر يزار أو تضع عليه الأزهار، فمن المسؤول؟ بعد أن عقد لقاء الكوادر في أبريل وحدد للإطارات الواقع المرفوض شعب مشرد خارج وطنه، والواقع المطلوب شعب موحد واعي منظم محترم وفوق كامل التراب الوطني، وأشرف على وضع اللبنات الأساسية للمؤتمرات الشعبية الأساسية التي اختار الشعب من خلالها مسؤوليه المباشرين في الدوائر ويحاسبهم. خطاب 20 مايو الذي كان خطاب وداع يجسد الاعتزاز بالنفس والإيمان بالنصر وبقوة الشعب. قرر الولي الاستشهاد من أجل هذه القضية التي آمن بها وملكت عليه كيانه، وأراد أن يصم جام غضبه على رجل العمالة والخيان المختار والداده الذين أشاء وترعرع وسط منازل الصحراويين في منطقة الزمور عندما كان ترجمانا لأسياده الفرنسيين قبل توزيع البيضان إلى دولتين. رحمة الله عليه كانت فكرة الثورة والاستقلال موجودة عنده منذ سنة 65 وعمره 17 عام. كانت ثقته قناعته في الصحراويين أينما تواجدوا كبيرة وكبيرة جدا. كان معتز بتاريخهم ومقاومتهم وبحربهم وكفاحهم ضد الاستعمار الفرنسي وضد الاستعمار الإسباني. كان الله يرحمه يتعامل مع الجواسيس الصحراويين والعملاء الصحراويين ويختلط بهم ويحاول تعبئتهم ولا يحمل المسؤولية. منين تقوم عليه مناضلين يقولوا انت هذاك اللي تتكلم عنه راهو جاسوس، راهو يشتغل المغرب، راهو يشتغل المخزن. يقول لهم ما لا يجب علينا ان نحملهم المسؤوليه. المسؤوليه يتحملها من كان سببا في ذلك اللي عدلهم جواسيس وشكامه عملاء، الا وهو الاستعمار والرجعيه. العدو هو اللي عدلهم، ونحن ياتنا ننقذهم من ذاك الموقع اللي هم فيه، ما نعادوهم. هذه نظره خاصه. عبقرية الولي الله يرحمه تتجلى في إيمانه بانعدام المستحيل، ولهذا جاءت القصيدة اللي شارك في تأسيسها: أنا الرفيق المستحيل، دماء خصمك كله لابد أن يضمحل أمام ما لست أريد. وكانت عنده نظرة ثاقبة ذات الأفق الواسع والقدرة الفائقة على الإقناع نتيجة لقوة الإيمان ووسع الثقافة والقدرة الملي والخبرة على تقديم الحجج والصدق في الهدف والتشبث به وامتلاك لغة الشعب الحقيقية الحسانية قبال. وكأنه لم يعش لحظة واحدة خارج المجتمع. صلابته وقوته في الصعاب وتجلده تحت التعذيب الله يرحمه في السجن للمرة الثانية بالطنطان، كان محمد السيداتي قد فتح نقاشا حول الصراع بين الصين وروسيا وتأثيره على الصحراء ذاك الوقت. وفي ذاك الوقت مباشرة جاءوا الجلادين وسبقوا فيه ومرقوا هو الله يرحمه، خرجوا بالولي للتعذيب، ثم أرجعوه فاقد الوعي. ولما استعاد وعيه قال: يا رب اشد النحاد مشاكل لهذا الله من أجل الصحراء. وسأله سيداتي: هل الهيت وجهة نظرك حول الصراع بين الصين وروسيا وتأثيرها على الصحراء؟ كان الولي رحمة الله عليه عبقريا عندما رد سنة 73 على بعض رفاقه من الطلبة الجامعيين اللي دافعوا عن عدم نضج الظروف الموضوعيه والذاتيه للثوره. قالوا عن ثوره مزالت ما هي خالقه ولا نضجها الظروف، قالتنا 15 سنه من التعبئه والتوعيه، لكن حر لكن خلقوا هذا اصحاب الايديولوجيه، لكن خلقوا الحركه الطلائعيه التي يمكنها ان تقود وتؤسس الثوره. وعلم لا بد لهم من ضروره مواصله الدراسه. من قام عليهم وقال لهم:
الشهادة المدرسية من أجل حكم الصحراويين. هذه حالة قالهم الإسباني والصحراوي متساويان. شلون نقولوا قال هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين والأميين والجهلاء والسراح إذا تساءلوا عن تراجعنا. قالهم الموقف التاريخي والرجولي هو الانتقال من مرحلة النضال السلبي إلى مرحلة إيجابية وشمولية كافة مناطق تواجد الصحراويين، والانتقال بهذه الصحراء إلى الكفاح المسلح، الكفاح العسكري، إلى الدماء، إلى الجهاد، إلى الحرب. وهذا هو المعروف عن الصحراويين قالهم، وليست المظاهرات ولا النقاشات السياسية التي تعد تجديدة بالنسبة لهم. فهم يعرفون الجراح والشهادة والدماء ويذيقون فيها أكثر من التنظيم والتنظير والحزاب السياسية التي لا يعرفونها عبر تاريخهم. عبقرية الولي من عضو موضوعيين ملي ما نقدر نتكلم عنها بمعزل عن مسألة العمر وقصر التجربة. عمر الراجل وقصر التجربة، ففيه تجسدت العظمة في السلوك والممارسة. كان مثاليا في كل شيء رحمة الله عليه. فقد جمع بين الخطاب التحريضي في الداخل والمرونة والنضج في التعامل والمفاوضات مع الدول إسبانيا ومع المختار الدادة. لقد قال المختار الدادة في آخر لقاء له معه: الصحراء وموريتانيا كبيضتين في عش واحد، إلى أن ضرب العش بحجرة سيضر الاثنين معا، ويجب أن تتأكد من ذلك. فحصلت باش تتأكدوا من عبقرية الولي أنه حصلت عمره القصير جدا، هي خلق وتجميع كافة أسباب النصر وإقامة الأسس في كل ميدان، تجميع رأس المال الذي لا ينقصه إلا التصريف الجيد. شوف، خلى قاعدة شعبية منظمة ومؤهلة، خلى جيش منظم ومسلح، خلى تحالفات صلبة أساسية ورئيسية، وخلى إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة وحلم لكل الصحراويين. لقد خلق كافة أسباب النصر إذا ما دبرت الأمور بالطريقة المثلى، الطريقة الزينة، الطريقة الصالحة رحمة الله عليه.